يقول سماحة الشيخ، قدمت من الدمام، هل يجوز لي الإحرام من ميقات أهل مكة لأداء العمرة؟ نعم، قدمت من الدمام، هل يجوز لي الإحرام من ميقات التنعيم؟ أنت قدمت لأجل العمرة ومريت بالميقات تحرم من الميقات، أما إذا مريت بالميقات وانت ما نويت عمرة ثم نويتها بعد ما تعديت الميقات تحرم من المكان الذي نويت منه. نعم.